إكرام بالخيري واحدة من طلبة جامعة خنشلة الذين دخلوا عالم الابتكار. استطاعت صنع جهاز للسمع يعمل لتقريب الذبذبات للذين يعانون النقص في حاسة السمع. الجهاز الخاص بالسمع فهو يقرب الذبذبات الصوتية على بعد 50 متر، كما يساعد التلاميذ على النطق، يسهل لهم عملية التواصل مع الآخرين. يعني جتني الفكرة خدمته، كما نلاحظوا اللي يعانيوا بزاف من نقص في السمع رانا نشوفوا في العدد يمشي ويزيد، فقررت أني ندير هذا الجهاز باش نعاود الناس اللي راهم يعانيوا من نقص. إضافة لجهاز السمع، شرعت إكرام في البدء بتجسيد مشروعها الجديد والمتمثل في مروحيتين صغيرتين تعمل بنظام الرادار لحراسة الغابات من الحرائق. المروحيتين جاتني الفكرة أن سنوياً يعني نلاحظوا الحرائق تمشي وتزيد، جاتني الفكرة أن نحدوا من هذا الأخطار. قمت بهذا الابتكار للحد من هذه الأخطار ولإطفاء الحرائق وتحديد مواقع الحرائق، كما له أيضاً دور في حماية المناطق الفلاحية. تشتي الحواجز هذو نتاع الإلكترونيك اللي ما تبعهم من صغرها، حتى أنا توسط باش درت الواحد الابتكارات هذو نتاع جهاز الصم وشوية طيارات نتاع مساعدة الحرائق. إن شاء الله يكون في المستقبل أحسن من هذا إذا كان تبعت ولقيت الإمكانيات. الابتكارات نتاعها اللي أنجزتها بالنسبة للطائرتين الخاصة بالحرائق إطفاء الحرائق والجهازين الثاني، إحنا بالنسبة لقطاع الشباب والرياضة وفرنا لها الإمكانيات الفضائية ونتعرضها للتجهيزات نتاعها، كما وفرنا كل الناس اللي جينا اللي عنده أي حاجة ابتكار جديد ولا خدمة ولا برنامج ولا نشاط، بالنسبة للقاعة راهي مفتوحة لكل الناس ماهيش الأخت بالخيري. هذا ويبقى أمل إكرام الوحيد إعطائها الفرصة اللازمة لتطوير هذه الأجهزة والاستفادة منها.